بجلباب أبيض وأحلام طموحة، ظهر النجم الأمريكي تايريس جيبسون، بطل سلسلة أفلام فاست أند فيوريوس، برفقة الفنان المصري محمد كريم في مصر. بطل السلسلة الأمريكية الشهيرة ظهر قبل 7 سنوات في مقطع فيديو يخبر فيه الفنان المصري برغبته في زيارة مصر والتعرف على تاريخها القديم. الأمريكي عبر عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده 45 قرب الأهرامات التي كان يحلم بزيارتها منذ كان عمره 5 سنوات، كما أبدى رغبته في مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معلقاً: أتمنى مقابلة الرئيس السيسي قبل مغادرتي، فمقابلته وعناقه من شأنهما أن يجعل حياتي أفضل.